السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل الآن، تصريحات وتوضيحات شرف الدين عمارة أمام الصحافة الجزائرية. أتمنى من أخواني وأخواتي، الأول قبل ما نبدأ بهذا الموضوع أتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهذا فضل وليس بالأمر. تصريحات وتوضيحات شرف الدين عمارة أمام الصحافة الجزائرية اليوم، حيث تطرق إلى تساؤلات الصحفيين الحاضرين على ما آلت إليه النتائج حول ملف الجزائر، حيث أدلى ببعض التصرفات. هذه هي أي من تصريحاتنا أو أي من قمنا به، أي اتحاد، لا الاتحاد الكاميروني ولا غيره. بالنسبة للاتحاد الغامبي كذلك، الحديث عن التحكيم واللي كان هناك تحكيم هذا الحكم الغامبي، فلا يعني هذا أننا ضد الاتحاد الغامبي أو نريد أن نمس في شيء سلامة هذا الحكم أو أي شيء. هذا ما قالوهما، هذا تفسير بعيد كل البعد عن النية تاعنا، بعيد عن كل البعد وش عملنا احنا. وبالتالي فاحنا وضحنا هذا، وانا اتصلت شخصيا برئيس الاتحاد الغامبي ويعني كلمته على المفروض انه نهدي الامور، مش نزيد عليها، لان الحقيقه الامر لا يستدعي كل هذا. يعني كما سمعتم شرف الدين بقول انه احنا المفروض احنا نهدي الموضوع، مش عايزين انه احنا يعني نكبر هذا الموضوع كما هو قال الان. وكما سمعتوا هذه التصريحات، لعله خير ولعل شرف الدين عمارة لديه استراتيجية خاصة، ربما لديه استراتيجية وبها يتعامل ويتحدث بها. نتمنى التأهل للفريق الجزائري بإذن الله تعالى. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.